هذا المكان خاوتي وكأنه جنة فوق الأرض مع الشلال راهي من فوقه، وتجي داخل وتعمل باركن باطل هناك، ولما تدخل وتطلع للفوق للشلال وتشوف الآثار، لما ترجع يقول لك إذا حبيت انتايا أعمل سبيندن، معناتها سبيندن معناتها أعطينا وش حبيت، ما تحبش تمد روح على روحك، تحب تمد مد، سبحان الله ما كاين لا تيكي لا يديك لا يجيبك. وكي تجي خارج هنايا يكتب لك أوف فيدا زين هاليك، يودعك يقول لك اوغفوار اون فرونسي جود باي اوف انجليش اوف دويتش اوف فيدا زين، معناتها الى الملتقى والى المره الجايه. مكان رائع، اللي ما يجيش لهذا المكان ناسيونال شفارتسفالد كتبوا خاوتي يخرج لك مكان رائع جدا جدا جدا. ربي يحفظ الجميع، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. ونزيد نذكركم بواحد الحاجه اللي بديت بها مقبله هايلي، لما تجي المكان وتجيب معك اكل ما ترميش الزباله، لان شوف بلا ما نحكيكم كل حاجه عندها مثل الزجاج تقعد 50,000 سنه وتقدر تحرق الغابات. المهم صلى على رسول الله وخلينا مكانك نظيف، سلام. جينا لهذا المكان الرائع اللي فيه شلال بلاك فورست ناسيونال بارك، ما شاء الله ضربنا دوره، الله يبارك ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. الباركينج باطل وتدخل من هنا ما تدفع ولا سنت وتروح للشلال، وبعد الشلال كاين اثار ما شاء الله تبارك الرحمن. معناتها جيت هنايا 5 ساعات 4 ساعات صدقوني تحس بالراحه النفسيه لواحد الدرجه، ان شاء الله نتمناها لاي واحد. وداخل الغابه خاوتي ما تتبحروش صدقوني، الطريق معروف باين، ومع ذلك اللي عنده الدراجه الهوائيه او الفيلو بالفرنسي تلقى عندهم هذو اللافتات، معناتها ما راحش تتبحر. صلى على رسول الله. Yeah.